دائما اجابتي مختصره ومباشره لان المقام لا يسمح بالتفصيل. النقطه الاولى التي نؤكد عليها، حينما نعود الى الفطره فنحن نعود الى خلق الله. وحينما قلت بان ليس هناك تطابق بين المراه والرجل، ومن هنالك قلنا بان لا يمكن ان يكون تطابقا كليا في الاحكام لان المنطق يقتضي ذلك. زيد نوضح المساله، نتكلم على المراه العامله مثلا، واش تكون عندي انا موظفه انا هو المسؤول الرجل ولا المراه؟ ما فهمتش. واش مجموعه من المهام اللي نعطي الرجل هي المهام اللي نعطي المراه؟ ام لا بد من مراعاه الظروف الاجتماعيه ديال المراه والظروف الطبيعيه ديالها؟ مثلا في المحكمه عمرنا عطينا المحجوزات لشي امراه، لان المحجوزات فيها قلنا الخار، فيها السلاح، فيها اعمال الشاقه. انا لا اقول بان هذه مساواه، بل هذه اهانه للمراه. مساواه في التشريع الكلي انا سانصاب بانه في بعض حالاته وفي بعض سياقاته اهانه. لذلك قلت لا بد من مراعاه المصالح الحقيقيه للمراه بناء على الظروف ديالها وعلى التكوين ديالها وعلى الحاجه والرغبه ديالها. وهذا المبدا العام سوف يؤثر مجموعه من الاجوبه ديالي من خلال التفاعل. مسؤوليه الدوله، نعم ناكد عليها، في قضايا الاسره هي مسؤوليه كبيره جدا وعميقه جدا. راه الاشكال بعض الحالات هاد الخواتات الخوصه مش مع الرجل، مع الرجل الفقير. داكشي اللي تتقول المراه مثلا في المقال ولا في الدعوه ولا في كذا صحيح، ولكن الرجل يعني مطحون اجتماعيا واقتصاديا. من هنا تيبدا النزاع، من هنا تيبدا الصراع. إذن إشكالات مترتبة على الوضع الاقتصادي ديال العائلة هي تجي داك النقير وداك المشدد تكون واضحين. فاش تكون شوية الفلوس غتخسر في المشاكل، فاش ما تتبقاش الفلوس ماشي للمرأة، الأسرة كاملة تتبان المشاكل، تتبان عندها الكرون. المشاكل تدير الكرون ماشي المرأة، عندها الكرون المشاكل تدير الكرون، بمعنى تتكبر تتضخم. لذلك راه فاش قلنا حنا المشكل الاقتصادي حنا نائما نقول لا يمكن أن نجد أجوبة مثالية للأسرة المغربية أو الزمورية في ظل واقع اقتصادي هش. لذلك قلت لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في على الأقل في قضايا النفقة ما بعد الطلاق. هذه المحكمة حكمت ب 2000 درهم على الراجل باش يخلص نفقة الأبناء، لأن النفقة ديال المرأة 3 شهور ديال العيد ديالي تتعطى لها النفقة والسكنة والمتعة، راه من بعد تتبقى هي نفقة الأبناء. حكمنا لها ب 5000 درهم. حنا مع المناصفة ومع حقوق المرأة وحكمنا لها ب 7000 درهم، ب 20000 درهم. وشكون اللي يعطيها لها؟ شكون اللي يمكنها من هذا المبلغ هذا باش انها تضفر امور الابناء؟ لذلك النقاش ينبغي ان يكون واقعيا. اقول لا بد ان تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه قضايا النفقة وتجاه قضايا الطلاق في حالة عسر الرجل. هذا هو المنطق وهذا هو الواقع. ندوز لمجموعة من المطارحات ايضا. الاخ قال بان ديك الموافقه ديال التعدد تتكون فيها تضليل، تيكون لا فيها تضليل ماشي استغلال. شنو هو التضليل؟ هو ان الزوج عنده واحد الموافقه ديال موافقه وحده، لكن تيستعملها الزواج الاول والثاني الى التعدد والثالث والشيء كامل. لذلك الى كنتم متتبعين جات واحد المراسله ديال الرئيس ديال المساله السلطه القضائيه الاستاذ النبوي، ديال انه تينبه القضاة لهذه المسألة هذه بأن ذات الموافقة راه ستكون لحالة واحدة ما تتكررش، لأن يعني هناك تحايل بمعنى على مستوى راه تعالجات هذه النقطة هذه ما بقاش فيها إشكال. بالنسبة للأخوات يتكلموا على زواج القاصرات ونتكلموا على زواج القاصرين أيضا، فعلا الموضوع فاش نتكلموا على زواج القاصرات يشمل الذكر والأنثى، لكن فاش نتكلموا بالواقع أنا دائما استحضر واغلب لغه الواقع. راه الراجل اللي تيجي يتقدم للفتاه ماشي المراه اللي تجي تقدم للزواج للفرد القاصر، كون واضحين. بالتالي نناقشوا اشكالات واقعيه ونتكلموا دابا كون على امتدادات في الباديه وفي القريه. واش ما كاينش اشكالات حقيقيه ديال الزواج قبل 18 سنه؟ واش كاين هذه الاشكالات ولا ما كانش؟ واش دائما تغتصب الفتاه من اجل الزواج بواحد عنده 26 عام ولا 30 عام ولا استاذ ولا بعسكري ولا ماشي دائما كاين غصب؟ لذلك قلت بان ينبغي ان تتحمل المحكمه مسؤوليتها. هذه المساله لم يناط لا بالعائله ولا بالرجل ولا بالام ولا بالاب،
أنيطة قانونية بالمحكمة. وقلنا ينبغي أن نفعل البحوث الاجتماعية وأن نستمع وأن ننصت وأن نفهم قبل أن نحكم. وحتى 18 سنة تسمى لي أنا من منظور ديالي بحال 17 بحال 18 إلى تكلمة منظور يعني الآخر بحال 17 18 أنا تنقول في التقدير الخاص ديالي الظروف العادية ما تيكون الزواج حتى بعد 25 26 الظروف العادية لكن تتكلموا على الواقع خواتي الإخوان خاصنا نخرجوا من التجاذبات الإيديولوجية راه البدائل حينما تحرم أو تمنع أو تزجر واحد الممارسة ما أين هي البدائل؟ إن أصرت هذه الفتاة على الزواج سن 17 سنة مع فتاة عنده 26 عام إن أصرت شنو هي البدائل؟ احنا معناها بالقانون ممنوع راه الإشكال في المزار التبادلية الخطورة ديال الأسرة حنا تنقولوا ماشي زعما راه الأسرة هي اللي خصها التشريع الإسلامي أنا من المؤمنين بأن التشريع الإسلامي فيه مبادئ عامة ينبغي أن تستحضر وأن نشرع فقط ألا معارضة نصوص قطعية في كل المجالات لكن أخوة صدقوني في مجال الأسرة ماشي ليس بالمجال السهل لأن علاقة ديال الدايرة ممكن يكون فيها حب ممكن يكون فيها أبناء ماشي معاملة تجارية ولا ثاني جزء مليون هذه راه أسرة هذا راه إنسان غادي يتزاد الحياة لذلك خطورة تتكلم إن تتكلموا على البدائل إن أصرت هي على هذا الزواج ويقل من 18 سنة وإن رفضت العائلة ستكون حلول ما في مجتمع العلماء والواتساب والتواصل السهل يخرجوا من هالشي ماشي سنقولوا شي حاجه باش انا نضيقوا على الاتجاه او ذاك ولكن سنتكلم انا من الواقع الذي اعيشه فعلا هالشي خصو تعالج المحكمه بالحكمه منطلقا من الحس الاجتماعي ومن خبره طبيه وانا لا اعتبره جريمه شخصيا وحتى الدول الاوروبيه ما اعتبرتش جريمه وانما قالت بانه خصو يكون معلم وخصو يكون مقبول وخصو يكون موضوعي ولم تعتبره جريمه هذا السؤال الخاص بالنسبة للتعدد الإخوة الأخوات في نفس الواقع هل إشكالية المجتمع المغربي هو التعدد بالله عليكم شحال نسبة التعدد في المجتمع 0.7% ولكن على المقابل راح تنقولوا إحنا الفقيه المجتهد خصو يجاوب على النوازل المتجددة في الزمن والمكان واش جاوبنا على الإشكالية ديال العنوسة أنا الإحتمالية منظمة قالوا التعدد 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 من يتحدث الآن عن العنوسة فهو واقع وهي نسب متزايدة وخطيرة وعدم المؤشرات تدق نقص خطر ولكن واش نحيدوا شوية لباس الإيديولوجي ونتكلموا بالواقع أو الموضوع أو بالعلم وبالرأي والرأي الآخر المنظمات تدفع مجموعة من التوجهات العامة ولكن ما نطبقهاش حتى في دولة بكل سهولة شكون هاد الدولة الأوروبية اللي عندها المناصفة ومناصب المسؤولية نتكلم على أمريكا الراعية ديال الديمقراطية والحرية شحال من مرأة رئيسة دس في التاريخ ديال أمريكا؟ شحال من رئيسة في أمريكا دس؟ تسمى السياسة حتى واحدة هذه أمريكا وقيس على ذلك في الدول الأوروبية لذلك أنا فاش نقولوا علاش لماذا المرأة نرجع للموضوع ديالنا لماذا لا تلج هذه المناصب وهذه المسؤوليات؟ ليس لأنها غير كفأة تقدير ديال الخاص بالعكس كفأة ولكنها في طبيعتها وفي أصلها وفي واقعيتها تستنزف الإنسان العمل السياسي يستنزف كن واضحين العمل لتدبير الدولة يستنزف ماشي لأن المرأة غير كفأة ولكن انشغالتها بالطبيعة ديالها والفطرة عندها أولويات كثر من رئاسات حتى الدولة وكثر من رئاسات جماعة خميسات ديك السياسة وكثر من رئاسات كذا وكذا وكذا لذلك مثلا احنا في مناصب المسؤولية أقول لكم في الإحصائيات تيكون عندنا 50 منصب ديال رئيس كتاب الضبط ورئيس مصلحة النيابة العامة 50 منصب مثلا شحال من طلب ديال الأخوات ديالنا اللي تقدموا لهاد المناصب ما عمرهم ما فات 1-2% وفاش نجيو لهاد طبيعي نلقاو رجال كثير في المناصب لأن المرأة لم تطلب ماشي لأننا حنا أقصينا المرأة راه عندنا إدارات وعندنا مستوى عالي في التكوين ولكن تتقول لك أنا ما نديرش من 8 الصباح حتى 7 العشية وما نجيش نخدم السجن حتى ندير العائله ديال حقها هذا اختيار ديال المراه ما كاينش اللي يصبها عليه كل اخوه والاخوه ايضا ديروا واحد شويه توازن نخص نحاول نقسم جوج دقائق واش المجتمع المغربي واش المجتمع المغربي ولا المجتمع السعودي على مستوى حقوق المراه لا المجتمع المغربي تقول نساف راه مازال في السعوديه تيناقشوا سياقات المراه وتيناقشوا كشف وجه المراه واش حنا المغرب مازلنا نعاني هذه الاشكالات
ولا سي النقاشات، اما ان المرأة المغربية في الاعلام بقدراتها وبامكانياتها وبكفاءتها فقط نساء ماكاينش يعطيها شي حق، لا نصادر من الرجل يعطينا الحق هذا في كفاءتها وفي العائلة. وتنقولوا والمرأة في المدينة ماشي هي في القرية، المرأة الطبيبة والمهندسة والقاضية والرئيسة ماشي هي امرأة عادة تكون نفسها، بمعنى هناك اختلافات ينبغي أن تقدر بقدرها. بزاف ديال التساؤلات السي حسن عرفت عنده التزامات والإخوان فقط، نعم لأن ما نجاوبش على مسارات. شكرا لك.